صبرنا على صكات بقعة فعانا إله على من فوق عرش سماه شابت عوارضنا وجهلت قلوبنا ولا شيب إلا من يشيب نباه على نصر مظلوم وعلى قمع ظالم ومقام حق في رضا الإله وربعي إلى ما جاء من الدهر نايبة إلى قلت قولن ما يرون سواه سواه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحمدك يا ذا العرش والملك والعطاء، ونحمده بفوز دولتنا الحبيبة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 21 لعام 2030 بعد حصول ملف الدوحة على أعلى عدد من الأصوات في التصويت الذي جرى اليوم على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية 39 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط. نعم يا خالد. نعم. فاللهم لك الحمد اللهم حتى لك الحمد. يبلغ الحمد مدى. أهلا بالجميع في الليلة الخامسة من برنامج ليلة وطن من قرية لوسيل. اهتم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه بالثقافة والأدب والمعرفة، فكان رحمه الله محبا للعلم والعلماء، إلى جانب اهتمامه بوقف الكتب الذي لم يكن متداولا في عصره، فقد كان يشتري الكتب ويوقفها ويسهل الانتفاع بها. نعم بالتأكيد، وتلعب أيضا الهوية الوطنية دورا هاما في إعداد النشء والاحتفالات. اليوم الوطني أثر في تشكيل هوية الأجيال القادمة أيضا. نعم يا خالد، وللوقوف نعم. عن جوانب الثقافة والأدب وأيضا المعرفة من سيرة المؤسس رحمه الله وأبعاد الاحتفال باليوم الوطني، يسعدنا أن يكون معنا المهندس نعم. إبراهيم بن هاشم السادة مستشار وزير الثقافة والرياضة، وأيضا معنا الدكتور محمد العنزي أكاديمي وتربوي، ونقول لهم حياكم الله. حياكم الله. مرحبا ومسهلا، يلا حيهم. يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله. مرحبا وغلا. يا مرحبا، الله يحييك. يا مرحبا وغلا، الله يحييك. ابو هاشم العاده في عرضه ها. اي والله، لكن ممكن ترى. ان شاء الله ان شاء الله. يا مرحبا ومسهلا بس. ها بناخذ منك كم شيله اليوم. ان شاء الله. انزل. يا مرحبا. يا مرحبا ومسهلا يا ابو هاشم، حياك الله. اي عاد اللي ودي هناك يكون احسن. ما ادري انا كان قال لي هنا كل واحد. يلا حي. يا مرحبا وغلا، يلا حيهم. يا مرحبا ومسهلا، حياكم. حياك الله. يا مرحبا يا ابو جاسم، حياك الله. يا مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله يا ابو هاشم. يا مرحبا ومسهلا، استريح. الله يسلمك. احسن لكم عشان استقدر هو هني. الله يسلمك عشان الكادر بس. يا مرحبا. يا مرحبا. ايش حالك؟ عساك طيب. بجاكم ايش حالك؟ عساك بخير. شلونكم؟ عساكم طيبين. حياكم الله. مبارك لكم اول شيء استضافه قطر اسياد. الله يبارك فيك. الله يبارك. شعوركم بهذا؟ توالت والله الافراح. الافراح الحقيقه، حتى قبلها كان اظن ناصر العطيه. نعم صحيح. ومن جده وجد. أكيد من جدة وجد. نعم. يستهلون. وإحنا الآن بنية تحتية مكتملة عندنا. صحيح. لا أكبر من هذه. أكيد. نعم. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. أبو جاسم، إحنا بعد نعيد عليك نفس السؤال أيضا، كيف تلقيت خبر يعني فوز قطر باستضافة أسياد الدوحة لعام 2030 إن شاء الله؟ والله الله دورة الألعاب الآسيوية. الأفراح جت الحمد لله، وتتوالى. نعم. الأخبار الطيبة في هذه الأيام والبشائر الطيبة. نعم. ولما تفرح بأشياء ما شاء الله تخص الماضي وماضيك المجيد
مثل اليوم الوطني وتجتمع معها أشياء إنجاز يعني أنت أنجزتها ضمن حاضرك الموجود. صحيح. ومثل ما يقولون كيف الماضي يكون جميل لم يكن حاضر أجمل. نعم. وكيف يكون استغلالك لهذا الماضي عبر اعتزازك بالقيم هذه وعبر إنجازك وتواصل يعني مسيرة أجدادك عبر إنجازاتك أنت ونفسك. فأخبار طيبة يعني سمعناها اليوم عبر استضافة الدوحة يعني 2030 وأيضا أخبار طيبة في الإنجازات إن شاء الله ومنها الأعلى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إحنا فرحانين بهذا الخبر وأيضا فرحانين بتواجدكم معنا أبو هاشم. ويمكن السنة اللي طافت كنت موجود معي في برنامج في نفس البرنامج في ليلة الوطن ويمكن ذكرني قلت وين العرضة يا خالد إن شاء الله. لكن يا باشم أنا ودي يعني إحنا السنة هذه شعار اليوم الوطني نحمدك هذا العرش والملك والعطاء إيش يعني لك من دلالات؟ وهذا سؤال اعتيادي نسأله كل ضيوفنا في بداية كل حلقة. بارك الله فيك. طبعا مباشرة أنه راح يذكرنا بالجهد اللي تقوم فيه اللجنة في اختيار الشعار اليوم الوطني ومشكورين وعلى رأسهم سعادة الوزير بالجهد اللي يقومون فيه الحقيقه بصلاح بن غانم العلي طبعا والفريق اللي معاه لانه رجل فريق عمل يعني ليس يعني عمل فردي. والاختيار دائما يتم يعني بعد تدقيق واكتشاف هذه المعاني اللي يعني وتحمل معاني تناسب اليوم الوطني. الحمد طبعا مندوب في الشريعه الاسلاميه. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا ان شكرتم لازيدنكم. نعم. وقال وقليل من عبادي الشكور. صحيح. الله يجعلنا من هؤلاء القليل. وهذا كذلك يعطي دلاله على يعني انه المؤسس وهذا طبعا شطر من بيت للمؤسس يقول نحمدك هذا العرش والملك والعطاء ونرضى بحكمك في جميع الفعائل. نعم. فهذا يعطي هذا البعد لحمد النعمه. نعم. والشكر على النعمه وهو يعني تأصيل للأمور الدينية اللي طلبها الشرع. نعم. فشوف أشعار موفق يعني ورضا بقضاء الله وقدره على كل حال يعني. نعم. وإحنا حقيقة اليوم لما نردد هذا فإحنا نقوله في وقته. صحيح. على هذه النعم اللي إحنا الله تفضل فيها علينا. نعم. يعني من الأمن والأمان والتوفر. نعم. مثل ما ذكرت لجنة منظمة اليوم الوطني دائما كل سنة تختار لنا شاطر من بيت المؤسس يكون فيه رسالة ومعنى. صحيح. وأيضا في قناة الريان حرصنا صراحة في 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 برنامج ليلة الوطن لهذه السنة أن نبتدي كل حلقة بأبيات أيضا. نعم. للمؤسس بما أن إحنا موجودين في مقر إقامة المؤسس يمكن عاش في العقد الأخير من حياته وقبره طيب الله ترى موجود في. صحيح. هذا. صحيح. المكان فاستشعار أيضا قصيد المؤسس. نعم. في هذا المكان يعطي شعور جميل. أخوي محمد أنا ودي أرد عليك نفس السؤال نحمدك هذا العرش والملك والعطاء من جانب نفسي وتربوي شو أنت أنظر له؟ أنظر له أنه انتماء لكن على المستوى. نعم. يعني لما تتكلم عن انتماء لما يذكر الإنسان ومثله كقائد ومثله كمؤسس ومثله كشخص بارز في قومه وفي المنطقة بأسرها كان يعني معروف صيته وذايع صيته لما تتكلم عن شخص يرجع هذا الفضل كله إلى شيء أعلى أو انتماء أعلى. نعم. فأنت تتكلم فعلا عن انتماء ليس لك انتماء عادي. نعم. الإنسان يبدأ في حياته بانتماء بسيط جدا بتواصل مع الوالدة أمه ثم بعد ذلك مع والديه ثم بعد ذلك مع أخوانه أخواته يحسب أن العالم فقط هذه العائلة الصغيرة لكن مع تقدم عمره يكتشف أن العالم أكبر ما يتصور. نعم. فعندما ينتمي إلى جماعة أكبر يحس بذاته أكثر وعندما ينتمي إلى وطن وإلى أرض هذا الشعور راح يكون أقوى لأنه راح ينتمي إلى أرض كبيرة حضارة. نعم. ماضي مستقبل حاضر. فكيف إن كان هذا الإنسان يرجع أو ينتمي ويشعر بالانتماء إلى دين الله سبحانه وتعالى إلى يرجع هذا الفضل اللي عنده أو يرجع هذا الشيء اللي صار عنده إلى يعني انتماء أو إلى يعني انتماء برب العالمين. صحيح. قبل أيام كان أحد المتعافين من الوباءات صلى الله يعافي جميع. آمين. المرضى. آمين. قلت له أنت قدمت شيء لما خلصت هذا يعني الوباء والله شفاك منه؟ قال لا إيش دخل التقديم والصدقة ب يعني إني أنا شفيت من هذا الشيء. قلت له أنت لما تقدم هذا الشيء أو تتصدق أو تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء. نعم. أنت ما قاعد فقط تشعر أنك ضعيف وأنك فقط تحمد الله لأنك أنت كنت في حالة، لا بالعكس هذا إحساس بالقوة. لأنك إذا مررت بتجارب صعبة في المستقبل راح يكون دائما شعورك أنك يعني ممكن أنك تتغلب على هذه المصاعب. نعم. لأنك يعني كان عندك استمديت قوة مثل ما أنت حمدت الله سبحانه وتعالى وتصدقت
فحسيت أن في قوة ساعدتك ساندتك. فنرجع مرة أخرى هذاك العصر اللي كان موجود فيه المؤسس الشيخ جاسم طيب الله ثراه، كان عنده كان يعني هناك قوة يعني غليبية موجودة وهناك أشياء وفتن وكذا، وكان ثابت في ذلك اللحظة. كان يحتاج شيء مش موجود عند الأشياء، يعني عند في قوة كان عندهم جيوش، في ناس صحيح. عندهم، لكن هذا الإيمان اللي أرجع نفسه إليه وانتمى إلى الحمد لله سبحانه وتعالى صحيح. أعتقد اللي هو هذا قوى العزيمة وقوى الناس اللي كانوا من حوله موجودين. نعم، فهي دليل على العقيدة السليمة. ولذلك أيضا يمكن الحمد لله رب العالمين هذا نهجنا هنا في قطر، أن الإنسان سبحان الله دائما يعني يرجع الأمر إلى يعني إلى العرف الاجتماعي وإلى العادات والتقاليد، ومن ثم على رأس الهرم هذا العقيدة الإسلامية الصحيحة. وهذا يمكن يخليني أنقاد إلى سؤال أيضا، يعني نتكلم أيضا بهاشم عن الكتب في عهد المؤسس. يعني كان كثير من الأحيان أو كان في كثير من المرات والمحافل يرسل المتعلمين إلى الخارج يعني لحصد العلم، وأيضا قام بطباعة العدد من الكتب. ما أهمية هذا الشيء يعني اللي يكون فيه المؤسس؟ والله هنا ذكرتني بعالم العراق محمد شكر الألوسي. نعم. واللي كان على تواصل مع الشيخ قاسم وكتب وذكر في كتاب اسمه تاريخ نجد. نعم. طبعا العالم هذا عاش من 1856 إلى 1924. نعم. توفي. فعاش فترة كبيرة مع يعني في فترة الشيخ قاسم، وكتب عنه. نعم. قال يعني عن اهتمامه بالعلم. نعم. اهتمامه بالعلماء، اهتمامه بالكتب وطباعة الكتب. نعم. وقال بأنه من أكارم العرب. نعم. وقال بأنه يعني ملتزم دينيا وعالم وفقيه في أمور الدين وملتزم بالطاعات. نعم. يعني تكلم كثير عن شخصية الشيخ قاسم. يعني. عن شخص الشيخ قاسم. نعم. طبعا ذكر بأن كان يطبع الكتب في الهند. وتأتي من هناك ثم يوزعها يعني إلى نجد وإلى العراق وإلى عمان. ذكر لي أحد شيبان يعني من أهل قطر. نعم. لأن أبوه ذكر له كان صغير وكان في الوسيل وفي هالمنطقة اللي إحنا اللي إحنا كنا فيها، وكان يذكر وهو صغير بأن الكتب كانت توضع على الجمال، وكان يأمر الشيخ قاسم بأن هي تروح إلى عمان أو إلى كذا. فاهتمامه بالعلم لا شك أنه طبعا على المذهب الحنبلي، وكان جلب الكتاتيب العلماء وأنشأ الكتاتيب في وقته، وكان يعلم الناس في المساجد، أنشأ المساجد وكان يعلم الناس، وكان مفتي وقاضي أيضا وكان قاضي كذلك. نعم. أي يعني شواهد كثيرة تدل على اهتمامه بهذا، ولا زالت هذه يعني البذرة يعني. نعم. يمكن نصل لها احنا الى يومنا هذا يعني. صحيح. نعم. الرؤية ثابتة والموقف ثابت الى يومنا هذا. نعم. في نفس صحيح. النهج محمد. نعم. اذا نتكلم عن قصائد المؤسس، يمكن احنا قلنا قبل ان كل يوم وطني او كل سنة يختار لجنة المنظمة، نشكرهم على هذا الشيء. نعم. شطر من بيت شطر من قصيدة من بيت المؤسس وتوضع كشعار اليوم الوطني. ايضا قصائد المؤسس فيها الكثير من يعني تحمل في طياتها العديد من الحكم. كيف اثرها او اثر هذه القصائد على نفوس اهل قطر؟ لما يكون الحاكم جامع قوه الشخصيه وقوته في السيطره وقوته في يجمع مع ذلك حكمته في المنقول وفي في رجاحه العقل، يكون هذا مدعاه لوجود جاذبيه عند الناس اللي حوله وقبول لدى الناس اللي حوله. لما تسمع الشخص الحاكم اللي حول اللي عندك يتحدث بكلام حكيم ويتحدث بكلام حكمة ولا تحترمه في الأخير، وحتى الحكام على مر السنين الناس يذكرون فقط المتحدثين منهم الحديث الجميل، يعني دائما يذكرون دائما الأقوال منهم. فلما تسمع مثلا حكم أو أقوال وقصائد اللي مثل ما ذكرت أصبحت يعني شعار للأيام الوطنية عندنا. نعم. ويل قاضي الأرض من قاضي السماء، يلوم من العذال في مطلب العلا. الكلام هذا كلام راقي. نعم. أنت ما تسمع ما يمكن تسمعه في شخص دائما يؤكد على، لا هو يتكلم عن يربط ما بين الدنيا والآخرة في قصائده. يربط ما بين بعض الناس يلومك وأنت تسير في طلب العلا. أعتقد أن هذه مؤثرة جدا، ولو يركز عليها الإنسان في يركز عليها من شخص مثلا أنا أكتب ولا خالد ولا أي واحد يعني يكتب كتاب عادي. والله من هذا يعني، هذا شخص عادي يكتب. لكن لما يكون شخص حاكم ويعطيك حكم حقيقة هي
مدعاة للتأثير يعني. نعم. فيك تكون عن تجربة هي تكون يعني عن تجربة. تجربة. وأعتقد أن احنا أحيانا نستدل بأقوال يعني مثل ما يقولون قادة غربيين ومكافحين. وأعتقد أن احنا لو نراجع تراثنا في يعني ما ذكره مؤسس وجمعه مثلا مثل ما ذكر الأستاذ إبراهيم كيف كان يعني أقواله وقصاده وكانت أحيانا تؤرخ لأمر معين لحقبة معينة نعم. وكانت تؤكد ليس فقط على الحكم. كانت تؤكد وهذا أجمل ما يكون. يا ليت يكون هناك دراسة حقا في أبعاد النفسية والإنسانية في قصادة لما كان يتكلم عن قصيدة كعبة المضيم اللي بدايتها اللي ذكرناها يوم من العذال في مطلب العلا لما تتكلم عن إنسان يهتم بالإنسان. هو ما ليس فقط حاكم فقط يريد لا أنا هنا موجود أنا كعبة مضيوم في, نعم. في اهتمام بالإنسان. أعتقد أن هذا مدعاة للحب. فأعتقد أن تأثرنا بهذه الأقوال وجود هذه الأقوال كنوع من نأتسي بها مثل ما نأتسي بكلمات المهمة في حياتنا والحكمة كما يقال ضالة المؤمن. نعم بالتأكيد. يمكن اليوم حلقتنا ثقافية ولكن أنا ودي أيضا يعني نتحدث عن دور المكتبة أيضا في يعني التأكيد على المعرفة وعلى القدرة أيضا على الكتابة الأدبية عندنا في الوطن العربي وخصوصا هنا عندنا بالدوحة في الآونة الأخيرة يعني متمثلة في وزارة الثقافة كثير من يعني حاولت أن تكون حاضنة للشباب وأن تقدم لهم ما يمكن تقديمه للكتابة الأدبية وما إلى ذلك. فليت نعرج على هذا الموضوع وامتدادها أيضا يعني لما قام به المؤسس ك يعني بذرة أو نواة أولى للاهتمام بالعلم والمعرفة. لا شك أن هذه البذرة إذا صح التعبير اللي وضعها المؤسس وانعكست في كثير من الكتب والأبحاث اللي كتبت عنه وحتى كان في ندوة أمس وأول أمس كان في ندوة جميلة جدا يعني في متحف قطر الوطني وكانت تتحدث كذلك عن المؤسس. فأينما تعرج تجد هذا العنصر بارز وهو موضوع الاهتمام بالثقافة وبالأدب وبالدين والأخلاق منظومة الأخلاقية كلها. استمرت هذه وما جاء من بعدها من الأبناء والأحفاد عن قناعة وعن وعي واصلوا في هذا النهج. لأن بدون المعرفة والعلم لا تبنى الأوطان. اليوم احنا نعيش كذلك ثورة يعني في وزارة الثقافة الكثير من البرامج اللي تقوم فيها هي واللي تشجع مؤسسات الدولة أن تقوم فيها. صحيح. يعني الجميل الآن في وزارة الثقافة هذه الجسور اللي فتحتها مع كثير من مؤسسات الدولة. صحيح. يعني هناك علاقات متينة جدا مع جامعة قطر مع وزارة التربية والتعليم مع بعض المؤسسات الأهلية مع مكتبة قطر الوطنية. صحيح. مع الوزارات الأخرى وزارة الأوقاف. هذه الجسور اللي بنتها حقيقة شجعت من خلالها كل هذه المؤسسات أن تكون شريكة في الحركة الثقافية. صحيح. وليس جهة واحدة تقول الحركة الثقافية أو تعمل فعاليات فقط. أثمرت هذه ببرامج كثيرة. بعض البرامج أنا أشرفت عليها مع الأخوة في جمعية قطر الوطنية ويمكن أنتم سمعتوا عنه برنامج كتاب المستقبل. أظن الآن يمكن النسخة الرابعة أو الخامسة. بدأ بعدد قليل يمكن 150 طالبة والآن تعدوا الآلاف من الطلاب يعني ما شاء الله ذكور الإناث. وأصبح برنامج خلاص يعني أصبح برنامج راسي وله يعني مدربين من جامعة قطر ومن التربية والتعليم وأصبح له يعني برنامج واضح وسنوي وصار فيه إقبال شديد عليه. صحيح. كذلك القراءة غير موضوع الكتابة يعني. القراءة جامعة قطر كذلك عملوا برنامج اسمه تحدي القراءة. حثوا فيه الشباب على أنهم يعني يقرؤون مع القراءة. أيوة. وكان فيه تقريبا 500 واحد اللي شاركوا فيه وكان فيه 20 كتاب 200 كتاب تختار لك 20 كتاب منهم. فحقيقة كان برنامج جيد يعني أخذ يمكن 6 شهور إلى أن طلعت النتائج. بس النتائج غير موضوع أن فاز فلان أو فاز فلان أو أنك أنت خلال 6 شهور هذه شاركت عدد كبير من الناس ودخلتهم معك في المعرفة يعني دخلتهم معرفة ورجع مرة ثانية. صحيح. البرنامج عاد من جديد. نعم. يمكن يعني وزارة الثقافة والرياضة جهودها مشكورة وواضحة. صحيح. للجميع. احنا مستمرين معاكم في هذا الحديث الشيق ولكن مشان الكرام نطلع فاصل قصير وراجعين لكم. لا تروحون بعيد.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج ليلة وطن، ونجدد التحية أيضا لضيوفنا الكرام المتواجدين معنا في الاستديو. نقول مرحبا ومسهلا فيك أبو جاسم، حياك الله ويانا. أبو جاسم، ودي أتكلم بما إحنا نتكلم عن اليوم الوطني والهوية الوطنية، أيضا ودي أتكلم كيف ممكن نحافظ على مفهوم الهوية الوطنية ونثبت هذا الغرس في نفوس أبنائنا، وخصوصا الجيل الجديد اللي يواجه كثير من التحديات مع الحداثة طبعا القائمة يعني. طيب الحين تكلمنا على الوطن، نعيد ونكرر ان لابد نتكلم على حاجتنا الوطن، يعني مفهوم الهويه الوطنيه. احنا ما نبي نتحدث مثل ما تحدث الجامعه على مصطلحات وعلى لكن فعلا لما نتحدث عن هويه وطنيه احنا نتحدث عن حاجتنا للوطن هذا. نتكلم لما احنا نمثل وطن، احنا بحاجه الى ان يكون عندنا وطن. الله سبحانه وتعالى في القران الكريم لما الناس يعني كانوا يشتكون قال وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فما في اصعب من الانسان أن يفارق وطنه. صحيح. ما في أصعب على الإنسان من أن يشعر بنوع من بعده أو يعني خطر في علاقته مع في هويته الوطنية مثل ما يقولون. فحنا لما نتحدث عن يعني أبنائنا مثلا على سبيل المثال، لما نوضح لهم شلون يكون يعني سلوكك هذا لما يكون يعني دال على حبك أو إثبات حبك. ولما يكون هذا الشيء مثل ما أنت ترفع العلم وتتعلق وتحط استيكرات وتحط الأمور هذه، وأيضا مثل ما نحتفل أنت تحتفل مع ربعك، الحين الشباب حتى يحتفلون أصبحوا ما شاء الله عليهم يعني يقعدون وأيضا يشغلون الشلات ويشغلون الأغاني الوطنية ومحتفلين بهذا الموضوع. صحيح. هذا شيء جميل، وفوق هذا أنه يكون هذا الشاب أبدا هو بهذا بهذا الوضع أيضا يكون محافظ على الممتلكات اللي هو بصدده، محافظ على الموتر اللي هو مع ربعه فيه، محافظ على مكانه اللي هو قاعد فيه. حبك يعني احنا لما نتكلم عن قبل شوي حديث جميل كان بينك وبين دكتور إبراهيم، لما تحدثت عن مفهوم العقيدة أو كيف ماذا تعني العقيدة عند لما تتكلم عن عقيدة إسلامية وتكلم عند حاكم هذه العقيدة تعتبر بالنسبة له تغذي قوته يعني. حتى في الأمور النفسية العقيدة لها أثر كبير. صحيح. بقول لك شلون ربط العقيدة بالوطن. يعني لما الإنسان يكون عند عقيدة إسلامية، العقيدة الإسلامية معناها بكل بساطة أنك توحد العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو كان النهج اللي كان يسير عليه المؤسس وكان يسير عليه أبناء أيضا. فلما نتحدث عن توحيد عبادة القلب لمكان واحد، هذا يجعلك أكثر قوة وأكثر يقين. وصف الله سبحانه وتعالى لغير ذلك كانوا فهم في ريبهم يترددون، يجعلك تردد فيك. ذاك لا، هم في طغيانهم يعمهون، ذاك كلش اللي هم غير مسلمين. فمتكلم عن نرجع مرة أخرى لما حنا ناخذ هذه المعاني لحياتنا، ترى العقيدة الإسلامية مو بس فقط دخل الجنة وهي أكيد يعني، لكن أيضا هي تجعلك على صحيح. أفكارك تغذيها وتجعل تعدل أفكارك. دكتور خالد يعني من الأمور النفسية أيضا لما تكلم عن تعديل طريقة التفكير، حنا نعطي بعض الأمور اللي بعيدة عن الوهم. صحيح. كذلك الوطن، لما يكون عندك معنى الهوية الوطنية ولما يكون عندك ما معنى أن تنتمي للوطن، هذا الشيء لما أنت راح تروح تمثل بلدك وتدرس تكون رسول يعني أو سفير لبلدك برع بالقيم بالأخلاق عفوا والعرف السائد في المجتمع، وتلتزم يعني تروح هناك وأنت حتى لو أنت طبعك مو ملتزم يعني أنت طبعك أنك إنسان مهمل شوي أو ما تحب الدراسة، لا هذا الشيء مبعث مثل ما مبعث العقيدة. صحيح. كانت عند المؤسس ومبعث العقيدة عند المسلم عموما تجعلها أقوى، كذلك أعتقد الهوية الوطنية مفروض أن تكون كذا. لكن أنا أعتقد أن مثل برامج تقدمها قبل شوي ذكرته عن وزارة الثقافة، برامج كثيرة جميلة حقا تقدم نوماس، وأنا أسمع حقا كشخص واحد من المجتمع، هذا الشيء مهم. صحيح. ليش؟ لأن يعلمك أنا أبي أحب وطني، كيف أحب وطني؟ واحد يتساءل. نعم. بعض الناس ما يعرف. أنا أبي أنتبه يعني. قبل أيام واحد يسألني عن كيف ابني ينتبه للمعلم. قلت له ما علمت الانتباه. لا تقول ما عنده انتباه، هو عنده انتباه بس يبي يتعلم الانتباه. فأعتقد أن حتى الوطن، حتى حب الوطن يحتاج أن نعلم أبنائنا كيف يحبون وطنهم. صحيح. نعلم أبنائنا يمكن الإرث والهوية اللي إحنا توارثها من أبائنا وأجدادنا، ويمكن الآباء هم لهم المسؤولية الأكبر في حب يعني توريث حب الوطن لأبنائهم. بهاشم، بما أنك مستشار وزير الثقافة والرياضة أيضا، أكيد المسؤولية الكبيرة على الآباء في نقل حب الوطن للأبناء وأيضا الإرث
والعادات والتقاليد اللي احنا متوارثينها، واللهم لك الحمد احنا بخير وعيالنا كلهم ان شاء الله انهم يعني متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم، ايضا بحسن الاخلاق اللي احنا توارثناها من ابائنا واجدادنا. ولكن ايضا وزارة الثقافة والرياضة لها اسهامات كبيرة في هذا المجال من هذا المطار، مثل ما ذكر اخوي محمد يمكن يعني جزء منها هي نوماس، يمكن نوماس نقدر نقول مكان او جناح او مقر يذكر بهذه الاشياء، يعني يمكن يعطي برامج في ركوب الخيل، في اعداد القهوه، في العرضه، في الصقار الصغير، ويعطونها للنشأ الصغار حتى. انا اعرف ناس يعني هو صقار وعياله حل طيور، ولكن بعد يروحون يستمتعون بهذه الدورات وياخذونها يعني. حرص وزاره الثقافه على هذا الشيء ابو هاشم. والله وزاره الثقافه يعني تتعامل في هذه الامور، نعتبرها ونعتبرها هناك حتى في الوزارة، هي عبارة عن فعاليات. نعم. اللي نعمل عليه الحقيقة هو أعمق من ذلك. يعني أنك تغرس قيم داخل الإنسان، لا تستطيع أن تغرسها فقط لما تعمل فعالية. نعم. في يوم وطني وانتهى. صحيح. لا، هذه يعني تحتاج منذ النشأ. يعني يقول أحدهم، يقول من يجهل تاريخه لا يستطيع أن يخطط لمستقبله. صحيح. أنت تجهل التاريخ كيف تبي تحافظ على شيء ما تعرفه؟ لما صحيح. نقول أن تكلمنا عن الهوية، أنا هويتي عربية، أنا هويتي إسلامية، أنا هويتي قطرية، ثلاث هويات عندي. صح. لكن كلهم اجتمعون في واحدة. صحيح. الأخير. طيب شو اللي يفرقهم عن بعض؟ إيش معنى، إيش تعريف الهوية أصلا اللي أنا أبغى أحافظ عليها؟ صحيح. إذا تعريفها مش واضح بالنسبة لي أنا إذا أحافظ عليه. هوية مجموعة من، يعني أنت عندك إنسان وأرض. هذا الإنسان عبارة عن مجموعة من المعتقدات والأخلاق، منظومة الأخلاقية. لذلك لما تتعامل مع شخص برا يستطيع أن يعرف أنك أنت عربي. صحيح. أو أنك أنت مسلم. نعم. من تعاملك معاه يقول لك أنت مسلم أو أنت قطري، حتى معتقداتك وأخلاقك. نعم نعم. صحيح. وفي الخليج تقدر تقول الأخ هذا قطري، الأخ هذا عماني، صح أنه يمكن من لباسه حاجة واحدة، لكن حتى لما يكون لباسه مختلف أو يعني في دولة ثانية أجنبية تعرفه. صحيح. من أسلوبه ومن طريقته ومن كذا، لأن هذا طابعه هو. هذا هويته، هذا الطابع. أنا ما أتكلم هذا أحسن من هذا. أقول هذا الطابع صفته. هذا الطابع عشان أنا أورثه لازم يكون واضح عندي. على أساس أورث واضح عن طريق برامج مثل اللي تكلمت عن نوماس. النوماس يحاولون يحطون برامج تأصل هذه الموروثات. صحيح. ولكن تأصيل هذه الموروثات بدون اعتقاد فيها، أنك أنت تعتقد فيها حقيقة وتحافظ عليها وتحس بأهميتها وتعي فيها، يبقى شيء مجرد فعالية. مجرد فعالية. فعلى أولياء الأمور كذلك أنهم يأصلون ويغرسون هذا الشيء، استشعار المسؤولية. يعني استشعار المسؤولية، وحتشوف هذا الإحساس بالمسؤولية ينعكس على الطفل وعلى الشاب لما يكبر في تصرفه، كيف هو يحس بأن هذا وطن. صحيح. يحتاج أنك أنت يعني أنا تحافظ عليه. بذكر شيء أبو هاشم في هذا السياق، إحنا لما نتكلم مثلا عن صقارة، هو مش أننا نعلمه شلون يصقر الطير وشلون يقنص، في علوم وأطباع من خلال هذه الهواية هو يكتسبها. صحيح. الإثار، الأخلاق راح يكتسبها أيضا. نعم. إعداد القهوة مثلا، أنا ما أتكلم عن نماس، أتكلم. نعم. بصفة عامة. نعم. إحنا لما نعلم عيالنا هذه الأشياء، أنا لما أعلمه شلون يعد القهوة، أنا أعلمه شلون يكرم الضيف. صحيح. لما أعلمه يركب خيل، أنا أعلمه الشجاعة. شجاعة. أعلمه الصبر. صحيح. يعني هذه الأشياء مش جايها إحنا متوارثينها عبث، ولكن هي من صميم أخلاقنا، من صميم الأشياء وهويتنا مثل ما ذكرت. نعم. وهي تأتي معها مثل ما تفضلت، يعني منظومة متكاملة. صحيح. تعلمه الصبر والجلد، تعلم الشجاعة والإقدام والتركيز. صحيح. في كل هذه الفعاليات. هذا الهدف. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد الهدف يمكن يكون واضح، وهذا اللي يعني نسعى من خلال تأصيله، من خلال اليوم الوطني أبو جاسم، نحاول دائما نحاول أن يعني نوصل هذه الرسالة للنش وأيضا لأبائنا ولأجدادنا عن يعني عن التضحيات اللي صارت من أجل هذا الوطن، عن الالتزامات الواجب اتباعها أيضا للوطن نفسه، يعني ماذا يجب علينا أن نقدم من أجل هذا الوطن. كل
كل هذا يعني استشعار مثل ما تفضلت مساء، استشعار ان انت تحب وطنك وتقدم له الكلمات او تقدم له الشعر او ما الى ذلك لا يكفي، يعني لا يعبر فقط عن حب الوطن، ولكن حب الوطن هو عباره عن افعال انت تقدمها. انا ودي اسلط الضوء ايضا على موضوع الالتزامات، ما هو الواجب علينا كاولياء امور، كيف ممكن نعبر عن حبنا لهذا الوطن، كيف ممكن نعلم عيالنا ان يحبون وطنهم مهما صارت الصعاب، مهما يعني اشتدت علينا الصعاب، لابد ان تكون هذه الثوابت قواعد أساسية لا تتغير أبدا. يعني كيف ممكن نصل إلى هذه المرحلة؟ قبل شوي كان كلام عن الصقارة والصقارة، كيف أن بعض هذه المهنة أو هذه الهواية بعض الناس ممكن يطالع لها بنظرة يقول والله شنو فائدتها. فكان أحد يعني الشعراء القدماء وجهاء القدماء كان يعلم ابنها هذا الشيء ويعلمها الطريقة وكيف يعني مسألة الحبارة ومسألة الطير والحر وأسماء كذا، ثم أصبح هذا الولد يتعلم فلاموه الناس قالوا ليش أنت يعني شاغل عيالك وأبنائك بهذا الشيء؟ قال أشغله بشيء يعني من الطبيعة عشان يفهم عشان يعرف ربما يرجع له بعاد كذا وكذا. فهو شك في نفسه قال فعلا ليش أعلم ولدي هذا الشيء وليش أخلي الوقت يمضي واشتري له وكذا. هذه قصة قديمة يعني. فيوم الأيام لما كبر مدح، صار شاعر ولده، فمدح قال امدح أبوك، فقال بيت شعر أبيات شعرية قصيدة من مئات سنين صار لها يعني من أقدم القصائد. فمن ضمن الأبيات قال فرز الوغى كنه على الوكر قرناس، قروم ربعه كلها تستشيره. فقال خلاص حمدت الله اني علمته. فرز الوغى يقصد ابوه. فرز الوغى وكنه على الوكر قرناس. لاحظ قروم ربعه كلها تستشيره. لاحظ شلون التمثيل الجميل. قال حمدت الله اني انا علمته. تاثير السقاره عليه. وتاثير شوف شلون الوصف الجميل. ولما يجيك هذه، هو ابوه اصلا كان اصلا وصفه جميل حتى شيء بالشيء يذكر ما دام ثقافه والامور هذه، كان يقول يعني يوصف قلبه قال كنه على شلون يقول يعني يعني يتكلم عن قلبه أن كان أصبحت سبوقه قصيرة وطير هذا كانه يعني من كثر ما هو يعني ضعيف وكذا مثل طير سبوقه مثل ما يقولون مثل الوحش قلبي، يقول مثل الوحش قلبي على كف حباس يكفخ كما طير سبوقه قصيرة. الوصبه فالولد خذ الوصف يعني خذ الوصف من هذا الشيء. أعتقد أن كل شيء تعلم فيها ابنائك كلمة بس تقولها، وانا اذكر يعني اذكر اتكلم عن نفسي اذكر يوم من الايام وعمري تقريبا يمكن 8 سنوات قال ابوي ايش رايك في هذا الشيء؟ ايش رايي هذا لحد الان اقول ليش سالني هو رجال كبير وانا صغير وسالني عن ايش رايي في هذا الموضوع؟ المشوره يعني المشوره وهذا هذا الكلام الجميل. صحيح. شنو كان السر الموجود في محبه لما الرحاله بحد الرحاله بالقراف او شيء اسمه كان اي نعم كان لما جاء وثق لتلك الحقبه قاعد طالع شوف الشيخ جاسم وشوف الناس اللي حوله وثق وموجود هذا الشيء موجود مكتوب. فراى قال ان التمست حب الحب الناس لهذا القائد الموجود. طيب ليش وجد هذا الشيء؟ لأن كان يشركهم، كان يدخل يعني كان يشركهم في أنا ما أبي فقط الأب يعلمهم مكان التربية أسس التربية الصحيحة ويعلمهم كل الحروف وكل الأمور كذا، لأن مو كل الآباء متعلمين. لكن في فرق أنك تعلم العلم وفي فرق أنك تعلمه تهذبه والتهذيب غير عن العلم نفسه. تغرس فيه الأخلاق الطيبة. أيوة أنت نعم أنت مسؤول أنك في كل حالة معينة لا تمرر أي شيء إلا بربط شيء معين. صحيح. يعني مثلاً أفعل تقرب خطأ. الصورة يعني. نعم تقرب له. سوى شيء خطأ ما يمكن أنك أنت تقول له خلاص هذا الشيء ليس بصحيح، لا توقفه. والله قانون عادي مو مشكلة، لا أنت قل له على الأقل قل له القانون هذا خطأ وهذا تقصير إذا حنا سوينا هذا الشيء وأنت عاد تقلد ولا. فأعتقد أن الأب لما يبي ينشئ أبناء على هذا الشيء الأمر بسيط جدا يعني بدون أي لا تطوف هذه المناسبات الصغيرة جدا. خذ من العبر دروس مستفادة يعني لتقريب الصورة. نعم بكل بساطة يعني أعتقد ما حد يعرف فينا على الأقل الأذان لما يأذن أن هذا الأذان له تقدير، وحنا أمام منارة الآن كانت من إرث الشيخ جاسم، أن هذا الأذان له هيبة. وحتى العلماء لما تكلموا عن خشوع في الصلاة يقول لك يرتبط بترديدك وراء الأذان الأول. الأب لما يكون الأم أيضا لما يكونون يستغلون هذه المناسبات اليوم الوطني، كيف يستغلون مناسبة اليوم الوطني لصالح محبة الله؟ هل فقط يعني نوفر لهم الأمور هذه؟ طبعا نوفر لهم الإعلام، نوفر لهم وسائل الاحتفال بهذا اليوم، لكن مع هذا جلسة على السريع كذا ترى اليوم الوطني هذا جعل ليس لأن
شيء معين مثلا او لان في بعض الدول كان يوم استقلال وكان كذا، لكن نتكلم لا عن شيء لابد ان تعطي يعني التاريخ، التاريخ الموجود، نعم، ماذا حدث يعني وشنو اي وشنو الاضافه وبعدين يعني وبعد اليوم الوطني، وبعد اليوم الوطني اذكر يوم الايام حضرت خطبه الجمعه فكان يتكلم عن حب الله. من فينا ما يحب الله، ما يحب الله سبحانه وتعالى؟ ترى حتى غير المسلمين يحبون الله سبحانه وتعالى، حتى قصدي الاديان والناس اللي فيهم الاديان دي أديان. نعم عندهم حب، لكن علمني كيف احب الله سبحانه وتعالى. اعتقد ان بكل بساطه يستطيع الانسان خصوصا اذا راى ان وطني يقدم له الكثير، حتى الطفل الصغير يعرف ترى هذا الطريق اللي شفته اليوم، احنا جينا الحين من طريق الخور الساحلي ودخلنا على لفه الوسيل، ترى هذا الطريق ترى يا ولدي ترى هذاك ما كان موجود لكن اسس، وهذا الشيء من الاشياء اللي يسمونها البنيه التحتيه وتسويها الدوله لكذا. في بعض البلاد او بعض الاوطان يحطون بين كل دوله بين كل محافظه ومحافظه كشك ياخذ فلوس عشان صحيح يعني نعلمهم هذه الشغلات، هذه ترى لذيذه عند الصغار. اعتقد ان استغلال لحظات صحيح مهم جدا في غرس القيم الوطنيه خصوصا في هذه المناسبه. نعم الله يجزيك الخير على هذا الوصف الجميل، وايضا يعني هذه الرساله انا متاكد انها وصلت ايضا لاولياء الامور واللي شاهدونا. خالد قال محمد حب الله كيف نحب الله؟ بالعمل. بالعمل بالعمل والصلاه والعباد، وايضا حب صحيح الوطن بالعمل ايضا. نعم نطلع وياكم أعزائي المشاهدين إلى فاصل قصير ونرجع بعد أن نستكمل وياكم هذا الحوار الشيق، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الشيق والجميل والممتع. تصلنا أيام بسيطة عن الاحتفال باليوم الوطني 18 من ديسمبر لهذا العام بإذن الله تعالى. مجاسم ودي أتكلم معك عن يمكن ودي أعرج على الموضوع لأنه مهم للغاية. اليوم شفنا يعني سعادة وفرحة هالقطار بيعني الإعلان عن استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية للعام 2030، وأيضا فرحة سمو الشيخ جوعان وأيضا سمو الشيخ هند. يعني هذه الفرحة اللي جات تكلل النجاح اللي استوى اليوم وهو ما دل إلا على إصرار وعزيمة فريق العمل، وضوح الرؤية وأيضا المنهجية اللي هم اتبعوها. فإحنا يمكن وصل هذه الرسالة أن أي شيء أنت تبي توصل له فهو ممكن، كل شيء ممكن، يعني لا توجد مستحيلات ولكن توجد عقبات، العقبات ممكن تذلل. فياليتنا شوي نتكلم في هذا الموضوع. جميل فعلا كانت الفرحة الموجودة لما واحد يشوف الفرحة قاعد يشوف فريق فريق قاعد يشوف فريق عمل موجود، والفريق هذا كان ينتظر لحظة وكان هناك منافسة. صحيح هذا حال العالم وهذا الحال الإنسان عموما يعني في حياته، يعني لما يبي يوصل إلى شيء معين ما أعتقد أنه يبي يوصل إلى يفرح في حياته إلا صحيح بعد ما مثل ما يقولون يتعب في حياته. ويقال لولا طول الانتظار أما ما يقال أنا قلت هالكلمة لولا طول الانتظار ما كانت روعة اللقاء. صحيح لو كان الإنسان يبي يفرح في حياته في شيء لابد أنه يتعب في هذا الشيء، لكن صحيح أنا أبشر هذا الإنسان اللي يبي يسلك طريق يعني مثل ما يقولون في سبيل الطموحات وفي سبيل الإنجازات، أنا أقول أنت حتى في سيرك في هذا الطريق باتجاه طموحك راح تجد أشياء جميلة. صحيح يعني إحنا لما كنا نسعى إلى الحصول على نشوف الجرائد والله قطر تسعى إلى أن تقدم ملفها في أسياد إلى أسياد 2030، بحد ذات هذا الشيء راح يطور لك فريق عمل معك. صحيح راح يعطي بعض الناس اللي هم في الكادر هذا أو الناس من أبناء الوطن يتعلمون كيف الحصول على هذا الشيء. صحيح ان الشيء هذا ما حصل. وفي شيء اعتقد انه ليس فقط المساله انك تكافح لاجل هدف معين، يجب ان تختار وسائل معينه صحيح الصحيحه لهذا الشيء. يعني الانسان يتعب ويجهز لكن طريقه عرضه كانت مو حلوه. صحيح
اعتقد انه ما راح يفوز بهذا الشيء. صحيح. فينتبه الانسان لهذا، واذا ربطناها الان واذا ربطناها في هذه الايام المهمه، نعم، والفرحه صارت فرحتين مثل ما قلت هاليومين هذه، اعتقد انه راح ناكد على شيء واحد. تفضل. نعم. ماذا لو كان الانسان يشعر بهذا الانجاز في كل فتره من فترات حياته؟ صحيح. يستطيع ذلك، لأن الإنجاز ليس في الأمور الكبيرة فقط. أنت شفت الفرحة اللي شفناها اليوم، أوجه هذا الكلام لكل شخص. شفت الفرحة اللي كانت موجودة اليوم، تناقلتها الصحف العالمية اليوم، شفت التناقلات الصحف العالمية، وشفت الفريق اللي فرح، وسعة الشيخ هند وسعة الشيخ جعفر، شفت هذا الشيء كله، ترى أعتقد أنك أنت كنت جزء في هذا الشيء. صحيح. قد تكون جزء من هذا الشيء فعلا. نعم. أنت لما تكون يوم من الأيام في مكانك وبطريقة أو بأخرى تؤدي الدور اللي عليك، سواء أنا كاختصاصي نفسي، سواء كشخص إنسان، في الثقافة، أنتم في الإعلام، أعتقد كل دور كلنا لنا دور واجب نؤديه في النجاح. نعم. في هذا النجاح لا يمكن أن تغفل لذلك. هي سلسلة مترابطة. الفرحة اللي ذكرتها فرحتنا كلنا اليوم، يعني إحنا كلنا استشعرنا هذه الفرحة وفرحنا فيها. باشم مهندس بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم السادة، أيضا مستشار وزير الثقافة والرياضة، أنا بخاطب الكلام بصفتك شاعر، نبي نسمع منك. فاجأتك صح؟ فاتتك العرضة. لا فاتتنا العرضة السنة، لكن بهاشم نبي نسمع منك أبيات. أنا مقل طبعا في مقل، ولكن راعي نوادر، يعني ما أذكر السنة طافت شلت شيلة في العرضة. نعم نعم. نبي نسمع منك. نعم نعم. طبعا بمناسبة هذا اليوم الوطني، يعني هي أبيات قليلة. نعم. نقول يوم الوطن ذكرى تجدد كل عام، معها نجدد عهدنا لك يا تميم. تميم. الدار والشعب الوفي يوم الزحام، والبيرق الأدعم على عهد قديم. قديم. عهد الذي أسس على نهج الكرام، ثم انتوالت من كريم في كريم. الله الله صح الله في كريم. صح الله لسانك يا ابو هاشم. يسلمك. وطبعا شهادتي فيك مجروحه ومشهود لك يا ابو هاشم. ابو هاشم، احنا نتكلم عن المؤسس رحمه الله، يمكن اول ديوان شعر، بما نتكلم عن الشعر، نبطي، طبع له في الهند. لو نتكلم عن اهتمام المؤسس بالادب. طبعا الديوان هذا طبع أكثر من مرة، يعني وأبناء بعد كذلك طبعوه. ديوان المؤسس من أهم مصادر سيرة المؤسس. نعم. ترسم شخصيته، ترى شخصيته أمام، معتقده، أخلاقه، كلها مسجلة. قديما قالوا الشعر ديوان العرب. نعم. اليوم لما أقول لك عن حادثة معينة، طبعا احنا منطقتنا هذه منطقه تتناقل روايات شفهيه. صحيح. لم يكن في الكتابه ما كان. فلما تنقل حادثه معينه ثم تنقل معها قصيده، فانت جبت معاك شاهد اثبات. نعم. فانت توثق المرحله، وثقتها بالقصيده. وظلت هذه القصائد كما ذكر الدكتور قبل قليل بعض الابيات في قصيده كعبه المضيوم وغيرها من الابيات، نرددها كما نردد الامثال الكثيره المتوارثه. ونستمد منها كثير من الـ الأمور، يعني اللي تخلينا أوقات تتخذ قرار معين أساس هذا البيت أنت سمعته. ما تستطيع أنك تقصر عن هذا البيت، هذا المعنى أو هذا المكان. أي أو هذا. صحيح. فديوانة طبعا توالت إلى ما أخرنا، يعني طبع الديوان، وأعتقد أن ما زال فيه هناك الكثير. صحيح. يعني اليوم الوطني دائما يختار شعاره من أبيات المؤسس، يعني بيت أو شطر. نعم. وأعتقد أنه لا زال ثري، ليس فقط لاختيار شعار، بل الاستنباط منه مواقف. نعم. حكم وتاريخ. صحيح. وسيرة. نعم. وهو الشيخ قاسم، ما يعني غفر الله له، ما كان يعني يدعي أنه هو شاعر. نعم. الرجل كان رجل علم، وكان، ولكن هذه تدل كذلك على هذا الحس الرفيع. نعم. تدل على يعني تفاعله مع المواقف. نعم. وتدوينها. صحيح. كانت هذه الطريقه يعني للتدوين في ذاك الوقت. في ذاك الوقت. ما فيها. نعم. جرائد واخبار وتقال وتلفزيونات. صحيح. مثل الان كل شيء مدون، لكن. نعم. هذه اصبحت يعني. صحيح. نعم. مرجع. نعم. نعم. فيمكن القصيد هو. صحيح. يعتبر في ذلك الوقت هو الاعلام شاهد، والاعلام ايضا. نعم. هو يعتبر. نعم. 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 أنا بدي أسأل أيضا عن الحركة الأدبية أبو جاسم، بما أن احنا نربط الشيء بالشيء، نتكلم عن الحركة الأدبية هنا عندنا في قطر، لما نشوف الشباب أيضا وبناتنا يدخلون في هذا المعترك الأدبي ولهم كتابات أيضا،
ايش رايك في هذا الموضوع اللي قاعدين نشوفه، المخزون الادبي اللي موجود؟ هل ترى ان في اصبح وعي عند الشباب باهميه الكتابات الادبيه في هذا المجال؟ يعني فعلا لما تتكلم عن شخص يكتب في المجال الادبي، انت تتكلم عن انسان يتكلم عن احساسه. نعم. نحن في المجال النفسي نغبط الادباء، جماعه الدكتور ابراهيم، الشعراء والادباء. نعم. ليش نغبطهم؟ فرويد احد العلماء النفس يقول هم اقدر على فهم النفس الانسانيه منا نحن المتمدرسون النفسيون. ليش الشعراء يستطيعون؟ لان الشاعر لما يتكلم يبكيك ويضحكك. لكن اخصائي نفسي بس يوصف حالتك، والله انت فيك كذا وفيك كذا، وانت تتسم بكذا وتتسم بكذا. صحيح. فلما تتكلم عن ادب انت تتكلم عن وصف انسان. ولم يكن يعني من الاشياء اللي كانت مفرحه للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام كانت قصائد في عصر الجاهليه. دريد بن ابي الصمه كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلب من الناس، من بعض الناس اللي يحفظون شعره. نعم. يقول عطني من يعني كان يقول انشدني من شعري، أتحفظ من شعري دريد شيئا؟ فكان ينشده، يقول فانشدته 100، فقال هيه يعني كمل. فقال انشدته 100، فقال فانشدته 300 بيت. يعني 300 بيت من 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 من, من والرسول عليه السلام يعني نبي يسمع لهذا لابيات معينه. لكن ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول ملك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. يتكلم بعظمه، يعني عظمه الله، يتكلم عظمه الله. هذا الادب. نعم. يعني هذا اسمه ادب. نعم. يهذب النفس الانسانيه. ولذلك كان الخلفاء في كل الازمنه. نعم. كان يعني يجعلون لابنائهم وان لم يكونوا يحبوا الشعر، لا زالوا ترى لحد الان يحاولون، كثيرا منهم يلتصقون بهذا الشعر الادب. صحيح. يعني هذا اعتقد انه ناحيه ايجابيه لابنائنا الان، ويكون لهم مجلس شعر. نعم. يكون لهم دورات في تعليم الكتابة والرواية. صحيح. اعتقد انها جهود مبذولة. نعم. تهذب ابنائنا وبناتنا باذن الله. صحيح. الله يوفقكم يعني ان شاء الله. وصلنا انا اقول للاسف لنهاية الحلقة. كنت مستمتع بالحديث معكم ابو هاشم، ايضا اخوي محمد. ابو هاشم كلمة اخيرة في هذا المناسبة. والله الكلمة الاخيرة وجهها اولا، احنا كان يفترض ان بدأنا فيها بان احنا نرفع تهاني يعني لقيادتنا، ونتمنى ان يعني الله يديم علينا النعمه والامن والاستقرار، ونشكرهم على كل ما قدموه. يعني اليوم مثل ما ذكر الدكتور، انا جيت من طريق الساحلي لاول مره امر فيه. نعم. حقيقه الانسان فخور بوجوده في 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 هذا البلد. صحيح. يعني هناك يعني جيش من الناس قاعد يشتغلون، شبابنا. صحيح. في اشغال وفي غير اشغال، مع هذه الجائحه في وزاره الصحه يعني. في. نعم. كلهم قدم. نعم. لهم تحيه على ما يقدمونه. صحيح. فقطر مفخره الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. والله يكرمنا لله الحمد. اللهم يعني بهذا المجتمع، بهذه القياده. اللهم الله يديم علينا ان شاء الله النعم. محمد العنزي، استاذ علم النفس ومدرب التنميه البشريه، في عجاله كلمه اخيره. اقول ان مثل ما اليوم التمسنا في هذا المكان شيء من الشعور الايجابي، ونتمس ايضا ان من هذا الشعور نلتمس القوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ان احاول لا تعجز كلمات حقيقه التعبير. نعم. عن هذا الشيء: لا خيل عندي اهديها ولا ماله، فليسعد النطق الا لم يسعد الحال. الله يجزيك خير. الدكتور محمد العنزي، استاذ علم النفس مدرب التنميه البشريه، شكرا لتواجدك معنا اليوم. ايضا المهندس ابراهيم بن هاشم الساده، مستشار وزير الثقافه والرياضه، شكرا لك. وانا احب اقول الشاعر جزاك الله خير. شكرا لك يا ابو هاشم، تستاهل كل خير. اذا اعزائي المشاهدين، وبذلك نكون وصلنا وياكم الى نهايه هذه الحلقه من اليوم، ولكن لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الى الجهات ايضا المتعاونه معنا خلال برنامج ليله وطن، وهي قنوان للتمور ووش للحلويات على تقديم لفوال. نشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر ومتجدد بكره باذن الله تعالى. والليله الاخيره بتكون. والليله الاخيره ان شاء الله. بس على خير. في امان الله. مع السلامه.